السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم جيتكم ما جيتكمش بعدا، كنت بوصفه ديال الطبخ، وصفه ديال الكوزينه. اليوم جيتكم بواحد الوصفه سحريه اللي ترتاحي فيها حتى انت سيداتي، ترتاحي حتى انت وتعطي حقك حتى انت في الراحه وفي السعاده وفي الابتسامه، وتكوني نشطه في حياتك ومع وليداتك. ماشي غير الكوزينه، الخدمه، دي الدراري للمدرسه، لا. انا اليوم راه جيت غير بوحديتي، مولفه كنجي مع صاحبتي، ولكن اليوم تعذر عليها حيت عندها وليداتها خصها تقابلهم وداكشي، وجيت بوحديتي. واخا انني بوحديتي درت لا مارش ونشطه غير بوحديتي، راه ما معايا حتى شي واحد، نشطه غير بوحديتي، درت لا مارش، ارتاحيت، هبطت للبحر، وفكرت انني نبارطاجي معكم هذه السعاده اللي انني فيها انتما بلا طبخ. هذه وصفه سحريه كطيح لك فابور، ما كاين مقادير، ما كاين حتى شي حاجه، المقادير ديالها انك تعطي حقك في السعاده حتى انت وتتمتعي. انتما كتشوفوا انا راه من كنجي ندير لا مارش ما كنفكر حتى في حاجه، لاش غندير الغداء ولاش غادي ياكلوا ولا شي حاجه، كنجلس الوقت اللي بغيت انا شحال ما بغيت، ونطلع اللي كان راه غادي نديرو في الكوزينه، اللي كاين في الثلاجه راه غادي نخدم به، ماشي مشكل. انا كنفكر داك ساعتي في لحظه السعاده ديالي اللي كنتمتع بهذا البحر وبهذا الهواء نقي، وكنرتاح الجسم ديالي، وكنرتاح العقل ديالي، وكناخذ حقي ونطلع في حالتي، ما كاين حتى شي مشكل. وحتى نتوما ديروا في حالي. الى اللقاء، وصفه جديده ان شاء الله.